يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم حلقة غاية في الأهمية، العديد والعديد من الأخبار المتنوعة هتكون معانا على مدار الحلقة، سواء على الصعيد المحلي الصعيد العالمي، وبالتحديد كمان كل ما يخص ويتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر أخبار وتفاصيله هتكون معانا النهاردة في حلقة الترند، وهي أولى حلقات هذا الأسبوع، وكلام كتير جدا وتفاصيل كتيرة جدا هنتكلم فيها. لكن عايز طبعا أكد على حضراتكم أن تواصلكم معانا دايما بيكون مهم جدا، وده هيكون من خلال سؤال حلقة النهاردة وبعد نتيجة قرعة كاس العالم للأندية، إيه أمنياتكم للنادي الأهلي في المونديال اللي إن شاء الله ينطلق يوم 4 فبراير بإذن الله. الأهلي يكون موفق، أول مباراة مع الدحيل القطري إن شاء الله الأهلي يكون موفق ويتخطى هذه المباراة عشان يقابل بايرن ميونخ بطل أوروبا طبعا وبطل ألمانيا. هتكون مباراة كبيرة قوي، لكن خلينا بس ناخدها خطوة خطوة لأن فريق الدحيل القطري فريق قوي للغاية. فبالتالي احنا منتظرين تفاعل حضراتكم معانا على سؤال الحلقة، وبالتحديد هناخد التفاعل ده في الجزء الأخير من حلقة اليوم. لكن دايما البداية بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي، الأهلي يصطحب جميع لاعبيه لمونديال الأندية. الفريق الأول يبدأ الاستعداد لبيراميدز غدا. أما في الترند العالمي، صلاح لاعب الشهر في ليفربول. طيب مباريات كتير النهاردة في كرة اليد وكأس العالم اللي بيقام في مصر، هذا أو هذه البطولة الرائعة سواء من الجوانب التنظيمية أو الجوانب الفنية، وبالتحديد كمان منتخبنا الوطني اللي ماشي بشكل أكثر من رائع. نتمنى له كل التوفيق تحديدا في مبارياته المقبلة كمان عشان يتأهل للأدوار المقبلة. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. لكن خلينا نقول لحضراتكم المباريات النهاردة إيه في كأس العالم لكرة اليد. تونس مع الكونغو الديمقراطية، دي مباراة ابتدت الساعة 4:30 في نفس التوقيت. في أيضا مباراة ما بين أوروغواي وإسبانيا الساعة 7. في ثلاث مباريات، قطر مع البحرين، الأرجنتين مع كرواتيا، بولندا مع المجر. والساعة 9:30 في ماتشين، اليابان مع الدنمارك وألمانيا مع البرازيل. ده فيما يتعلق بمونديال كرة اليد في القاهرة أو في مصر تحديدا يعني. طيب فيما يتعلق كمان بمباريات كرة القدم، وفي عدد من المباريات سواء في الدوري المصري أو الدوريات المختلفة. النهاردة مباراة وحيدة في الدوري المصري، مباراة مهمة انطلقت منذ لحظات ما بين أسوان والزمالك، والتعادل ما زال سلبي 0-0. أما وكان في كمان مباراة غزل المحلة والإسماعيلي وانتهت بتعادل إيجابي 2-2 عشان يتأزم موقف الفرقتين، ودي مباراة كانت الساعة 2:30 تحديدا، بخلاف طبعا مباراة الزمالك وأسوان اللي ابتدت خلاص. طيب خلينا كمان نروح للدوري الإنجليزي، مباراة وحيدة النهاردة ما بين أستون فيلا ونيوكاسل، دي هتكون الساعة 10 بالليل. الدوري الإسباني أربع مباريات، هويسكا مع فياريال مباراة بتتلعب، إشبيلية مع قادش الساعة 5:15، ريال سوسيداد مع ريال بيتيس الساعة 7:30، وساعة 10 بالليل ديبورتيفو ألافيز مع ريال مدريد، مباراة مهمة جدا لريال مدريد في ظل غياب زين الدين زيدان بسبب إصاباته بفيروس كورونا، ربنا يشفيه ويعافيه. مباريات الدوري الإيطالي، روما مع سبيزيا، دي مباراة بتتلعب في هذه اللحظات، مازال التعادل السلبي بدون أهداف. ميلان مع أتلانتا وأدونيزي مع إنتر الاثنين الساعة 7. والمباراة الأخيرة في الدوري الإيطالي هتكون ما بين فيورنتينا وكروتوني، دي هتكون الساعة 10 إلا ربع. دي أهم وأبرز المباريات في الدوريات المختلفة، بالتحديد فيما يتعلق بكرة القدم صاحبة الشعبية الكبيرة حول العالم. لكن تفاصيل أكتر هتكون معنا بالتحديد بعد ما نروح للفاصل ده ونرجع مرة تانية، استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد. في الحقيقة ملف الحكام والفار يعني ملف غاية في الأهمية، ويعني إحنا زهقنا من الكلام والحديث فيه، ولكن هنضطر نفضل نتكلم في الجزئيه دي لحد ما الحال ينصلح. هو ما فيش اي بوادر تبين ان في يعني انفراجة في ازمه الحكام او في ما يتعلق بالاخطاء التحكيميه تحديدا، يعني عشان يبقى كلامي واضح، في بطوله الدوري حتى في ظل تواجد تقنيه الفار التي ربما لن تكون متواجده بدايه من الشهر المقبل. وهقول لحضراتكم التفاصيل، واحنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده، لكن برضه احنا متابعين الملف ده وهنتكلم فيه مع حضراتكم دلوقتي. لكن الأزمات مستمرة، الأخطاء التحكيمية مستمرة، بالتحديد في مباريات النادي الأهلي، في مباريات تانية كمان حصل فيها أخطاء كارثية. لكن أنا هاخدها مع حضراتكم كده واحدة واحدة.
ورغم فوز الاهلي على المقاولين اول امبارح في مباراه كبيره جدا، قدر النادي الاهلي ان هو يعود فيها بعد ما كان متاخر بنتيجه 2-0 علشان يفوز 3-2، لكن رغم كده الاهلي كان ليه ضربه جزاء وكان في تعطيل للعبه بشكل كبير جدا من قبل الحكم، وكان في انذارات بشكل مبالغ فيه جدا جدا جدا. يعني كان كل فاول بانذار للاعيبه النادي الاهلي. وبالمناسبه الاخطاء التحكيميه مش بتتمثل بس في كوره كانت ممكن تتحسب ضربه جزاء او في مثلا هدف اتلغى او ما اتلغاش وكلام، لا، في اخطاء تحكيميه ممكن تاثر على فرقتك فيما بعد من خلال انذارات ملهاش اي لازمه ومش المفروض ان هي تكون موجوده في اخطاء او حالات معينه. فانت بالذات تحديدا يعني بالذات في تراكم البطاقات دي ممكن تعطل لعيب معين في مباريات مهمه، هل ده برضه توجه او دي طريقه ما تقدر من خلالها انك تعطل لعيبه النادي الاهلي مثلا يعني؟ طب خلينا نشوف اللقطات دي، خلينا نشوف الحالات دي. في عدد من الحالات للاعبي النادي الاهلي، ابتدينا بحاله ياسر ابراهيم عشان نبقى صراحه مع بعض، طبعا يستحق فيها انذار، دي ما فيهاش اي مشكله. انا بجيب لحضراتكم الحالات اللي احنا نستحق فيها انذارات والحالات اللي احنا ما نستحقش فيها انذارات. ادي اول واحده بتاعت ياسر ابراهيم نستحق فيها الانذار ياسر، بصراحه مفيش اي مشكله في كده. لما تكون حاله تستحق انذار ادي الانذار عادي، ما عندناش مشكله، احنا عايزين عداله تحكيميه، عايزين الامور تبقى ماشيه بالشكل الجيد، ما نحسش ان يبقى فيه ظلم او يبقى فيه توجه او يبقى فيه توازن. الامور اللي احنا عارفينها دي واللي بتحصل في الكره المصريه تحديدا احنا مش عايزين نشوفها وعايزين نخلص منها. انا مش عارف احنا في الفتره دي هنخلص منها ولا لا، مش واضح ان احنا هنخلص منها، وواضح ان احنا الفتره الجايه هنعاني بشكل اكبر، لكن احنا هنفضل حاطين سبوت على المواقف اللي زي دي عشان كل الامور دي لازم توثق بالشكل الانسب عشان اخر الموسم كده نيجي نتحاسب على الحاجات دي بشكل جيد. ادي اول حاله، نخش على الحاله اللي بعديها. حمدي فتحي وقع لاعب المقاولين العرب، ادي انذار على طول، يلا على طول، ما تفكرش طالما وقع اي لاعب من المقاولين العرب بغض النظر على اسم الفرقه. طب بص عشان برضو يبقى الكلام واضح، اي لاعب في النادي الاهلي اشترك او التحم في كره عاديه ادي له انذار، لازم تدي له انذار. هي ده كان تفكير الحكم كده في المباراه دي، ما اعرفش تفكيره ده بناء على ايه، مش عارف. هنا التحام انا شايفه عادي، حتى لو فاول ما تستحقش انذار اطلاقا. احنا يا جماعه بنتفرج والله على الدوريات الاوروبيه والكلام من ده، الحاجات اللي زي دي كور مشتركه عادي جدا، لكن انت اوكي عايز تحسبها فاول بس ما فيهاش انذار. واضح ان هو برده عايز يعدد البطاقات الصفراء للاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه. طيب نخش على الحاله اللي بعديها، محمد شريف. تعال بقى بص الحاله دي، او دي بتاعت حسين الشحات الاول، ماشي. حسين الشحات انذار على طول من غير ما يفكر. بص حسين الشحات الكره مثلا ايه خانته، راح بيلتحم بشكل طبيعي، فاول، اوكي فاول، لكن دي تستحق انذار؟ ما تستحقش انذار خالص. اي لعبه خد على طول انذار، دي طريقه من الطرق اللي ممكن من خلالها يتم تعطيل النادي الاهلي في مسيرته في بطوله الدوري. طيب تعالى على الحاله اللي بعديها، محمد شريف. بص بقى دي، بص دي، بص فاول، يلا روح ادي له انذار، انت نسيت، بص افتكر اهو، استنى ده انا نسيت اديك انذار. طب هو عمل ايه؟ هو عمل ايه؟ تعالى بقى نشوف العاده. بص هو مين اللي ضرب مين؟ محمد شريف اللي اتضرب، صح؟ يعني زي ما احنا شايفين كده مع بعض اهو، محمد شريف اللي اتضرب. طب انت ازاي تتضرب يا محمد؟ لا تعالى خد انذار. ايه يا محمد ده؟ ازاي تتزق؟ ازاي تتضرب؟ لازم تاخد انذار. طيب ممكن واحد يقول لي اصل هو عشان اعترض على الحكم. طب ما هو بيقول له ليه يا كابتن انذار ليه او فاول ليه اول اصلا؟ ده هو اللي مزقوق. هل لو هو قال له كده دي برضو انذار؟ فالموضوع بقى غريب جدا بصراحه. هي كده الانذارات خلصت للنادي الاهلي؟ لا ما خلصتش، لسه في انذار كمان لعمرو السوليه. رغم ان حاله محمد شريف دي بالتحديد يعني غريبه جدا. عمرو السوليه والتحام عادي جدا. لا خد يا سولية انذار، ما ينفع. انا يا جماعه الكارت الاصفر لازم اطلعه طول الماتش، انا كده حكم، انا كده موجود. بصراحه طريقه مبالغ فيها وامر غريب جدا في كميه الانذارات اللي ظهرت في مباراه المقاولين العرب. بخلاف بقى ايه، تعالى بقى للاهم واللي بتبقى اكثر تاثيرا، الحالات اللي انا هوريها لحضرتك دلوقتي دي. ادي ضربه جزاء من ضمن ضربات الجزاء العديدة التي لم تحسب للنادي الأهلي هذا الموسم.
التي لم تحسب والتي سوف لن تحسب في الماتشات اللي جايه. ركز مع كلامي، احنا لغايه دلوقتي لينا ضربتين جزاء في الدوري او اكتر كمان، ففي ضربتين جزاء لم يحسبوا وفي ضربات جزاء اخرى لن تحسب للنادي الاهلي، لان المعطيات كلها هي اللي بتقول كده. انا ما بجيبش حاجه من عندي، هات لي بقى الحاله كده واحده واحده في الاعاده. اهو ادي ضربه ركنيه اتلعبت، بص حمدي فتحي مزوق ازاي، والله برضو الحاجات دي بتتحسب بره ضربات جزاء على طول. ارجع للفار. طب احنا ما نرجعش للفار ليه؟ يعني الفار عندنا والحمد لله ان احنا عندنا فار لحد دلوقتي، وانا جاي لكم برضو في الكلام، الحمد لله ان احنا عندنا فار لحد دلوقتي، وانجاز كبير جدا كان اللجنه الخماسيه عملته يعني بالمناسبه. طب احنا ما نروحش للفار ليه؟ ما تروح تشوف يا حكم الفار، يعني انت ما تشوفش الفار ليه؟ طب الناس اللي في الفار هم قاعدين بيتابعوا الماتش ولا هم يعني غفلوا شويه ولا ايه الوضع؟ ما تنادي الحكم بتاعك قول له تعالى شوف الكره دي فيها شك يا عم، يمكن تطلع صح ويمكن تطلع غلط، بس قوم. الناس مش مدركه مدى اهميه الفار او كيفيه استخدام تقنيه الفار. ضربه جزاء واضحه جدا لحمدي فتحي ما اتحسبتش في الشوط الاول، بعديها جه فينا جونين، جه في الاهلي جونين. وبالمناسبه يعني انت بتلعب مباراه وارد تكسب وارد تخسر وكلام من ده، ده عادي جدا، لكن انا بتكلم ان الاخطاء اللي زي دي ممكن تؤثر على نتيجه مباريات، كانت ممكن تؤثر على النادي الاهلي في هذه المباراه. بعد الخطا ده ضربه الجزاء ما اتحسبتش بتاعت حمدي فتحي، الاهلي استقبل هدفين، لكن الاهلي بعزمته وبروحه الكبيره وبرجوله لاعبيه واسرارهم قدروا ان هم يجيبوا ثلاث اهداف ويحسموا اللقاء. في شوط ثاني كان اكثر من رائع من النادي الاهلي ومن مستر بيتسو موسيماني كمان تحديدا. ده ايه فيما يتعلق بالنادي الاهلي. طيب امبارح الراجل شريف اكرامي حارس مرمى بيراميدز خد الكوره، مسك الكوره كده ودخل بيها جوه الجول في ماتش ايه سموحه. بص اللقطه دي حضراتكم معايا، امشي بيها بيبو كده، امشي. هو كده شريف فين؟ جوه الجون صح؟ ده في اجماع على فكره يعني، فاهم يعني، في اجماع ان الكوره جون، وهي مش محتاجه محللين عشان يقولوا هي جون ولا مش جون، لكن اللي بيتفرج او اللي كان بيتفرج على الماتش الاول وهله لما يشوف الكره دي هيشك في اول وهله ان هي جون. لما هيجي يشوف الاعاده، لما هيجي يشوف الاعاده هلاقي ان فعلا الكره جون، ده شريف رجله الاثنين جوه. طب هو رجله الاثنين جوه وايده بره؟ لا طبعا، دي الكره جوه الجون، هدف صحيح مليون في الميه لسموح، كان هيتقدم 2-1. طيب هنا السؤال بقى، بعد ما شريف مسك الكوره ودخل بيها جوه الجون وبيقول يا جماعه انا دخلت بالكوره جوه الجون، بعد ما هو عمل كده ايه اللي حصل؟ الحكم عمل ايه؟ ولا اي حاجه، كانه ما شافش، كانه مش موجود في الماتش. ده حكم ساحه، بلاش حكم الساحه، الراجل معذور، الرؤيه يمكن ما كانتش واضحه، في يعني حد واقف قدامه فما شافش مثلا يعني. طيب الفار، الفار فين؟ موجود ولا مش موجود؟ كان موجود في الماتش. طب حضراتكم يا حكام الفار، بعد اذن حضراتكم، انتوا ليه ما ناديتوش الحكم وقلتوا له تعالى شوف الكره دي فيها شك؟ وده بقى ايه ده، دي كره مؤثره جدا يعني، كان ممكن يبقى هدف لسموحه يعني يبقى كويس. وبعدين بالمناسبه، بالمناسبه هو مش بيراميدز ده المفروض ان هو نادي بينافس في بطوله الدوري، ولا مش دي ناس عندها طموح وعايزين ينافسوا على بطوله الدوري؟ مش ده اللي احنا نعرفه او كل مصر تعرفه؟ حلو، طب لما يبقى كره زي دي على بيراميدز اللي ربما ينافس على بطوله الدوري وما ترجعش فيها للفار، ده معناه ايه؟ انا استنتجه ازاي؟ استنتج ايه منه؟ استنتج ان في توجه ولا مفيش توجه؟ عشان ما يبقاش كلامنا كده وخلاص، الوقائع هي اللي بتقول، الحالات هي اللي بتقول. هاتهالي تاني معلش يا بيبو، هات لي الكره دي بتاعت شريف اكرامي، الكره جوه الجون، هدف صحيح مليون في الميه لسموحه. وانا هنا مش منوط ان انا ادافع عن نادي سموحه وحقوقه بخصوص التحكيم، لا انا بطلب العداله التحكيميه في كل المباريات لكل الفرق، اهلي زمالك بيراميدز سموحه، اي حد، اي حد ليه حق لازم ياخده، خصوصا ان احنا عندنا الفار لحد دلوقتي، الفار موجود. فانت المفروض دلوقتي واحد موجود في غرفه الفار تكلم الحكم، يا حكم بعد اذنك تعالى بص لنا على الكره دي عشان الكره دي تقريبا ممكن تكون جول. فحاجه في الحقيقه غايه في الغرابه يعني، واحنا هنفضل مستمرين في الموضوع ده. لكن الاهم بقى، وانا عايز اربط الحالات الغريبه دي وعدم العوده لتقنيه الفار بحاجه اكثر غرابه، اللي هي ايه بقى؟ ان انت يوم 1/2 1 فبراير
الشركة المنوطة بتنفيذ تقنية الفار في مصر اللي ليها 150 ألف يورو عند الاتحاد المصري لكرة القدم واللي لم يسددوا حتى الآن لهذه الشركة، هددت بشكل واضح الاتحاد، قالوا لهم يا جماعة لو انتوا مش هتدولنا الفلوس بتاعتنا احنا أول الشهر ما فيش فار، مش هنقدر نعمل، هتقولنا الفلوس واحنا مكملين بالتقنية. الكلام ده معلن من امتى؟ من أول الشهر الحالي أو كمان من آخر الشهر اللي فات. لحد دلوقتي الاتحاد لم يسدد المديونات اللي عليه اللي المفروض تكون للشركة المنفذة لتقنية الفار. طيب هل احنا، أنا بقى بربط، أنا كده مجرد تساؤل بربط بس، هل احنا بنحاول نظهر الفار في شكل سيء وبحالة سيئة عشان يتم انتقاد الفار بشكل كبير من قبل الاعلاميين والبرامج التلفزيونيه، وبالتالي تبقى النتيجه ان الفار ما يبقاش موجود؟ ما هو يا جماعه اصل الفار لما كان موجود كان في مشاكل كتير برضو، فاحنا نكتفي بالحكام عشان ما ندفعش المديونيه اللي علينا، عشان ما نستمرش في استخدام هذه التقنيه، عشان ما ننسبش نجاح لناس معينه هي اللي قدرت تنفذ التقنيه دي؟ ده تساؤل، مجرد تساؤل. هنشوف ناقص 8 9 ايام على الشهر ده، نتمنى ان الاتحاد يسدد المديونيه اللي عليه للشركه بتاعت الفار عشان التقنيه تستمر، وعشان الحكام بتوعنا يتعلموا ازاي يستخدموا تقنيه الفار عشان ما نشوفش الاخطاء الكارثيه دي رغم وجود تقنيه الفار في مصر. في مصر بس اللي فيها اخطاء بسبب الفار، العالم كله في اخطاء بس بتبقى حاجات يعني بنسبه قليله قوي، تكاد تكون معدومة. بتحاول فعلا ان انت تطبق تقنية الفار عشان تحاول تعمل نسبة عدالة تحكيمية باكبر قدر مستطاع، لكن لحد دلوقتي احنا عندنا مشاكل في تقنية الفار ومش عارف النوايا فيها ايه في الحقيقة والتوجهات عبارة عن ايه، لكن في كل الاحوال احنا بنرصد لحضراتكم كل الامور والحالات الغريبة في بطولة الدوري هذا الموسم. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا احنا عارفين ان الاهلي واخد راحه لمده 48 ساعه وهيستأنف تدريباته غدا، يعني هو كان اجازه امبارح والنهارده كمان اجازه، بكره يستأنف تدريباته علشان يستعد لمواجهه بيراميدز يوم الثلاث باذن الله، مباراه مهمه جدا جدا ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها، وهي كمان اخر مباراه قبل السفر لقطر عشان نشارك في كاس العالم للانديه. لكن بما ان الاهلي مشارك في هذه البطوله الهامه جدا، بطوله كاس العالم للانديه واللي جمهور النادي الاهلي مفتقدها بعد ما كان شارك فيها 5 مرات قبل كده، المره دي المره السادسه باذن الله ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها، فبالتالي احنا عايزين نطمن على كل الامور اللي بتتعلق باستضافه النادي الاهلي هناك واللي بتتعلق كمان بتنظيم هذه البطوله في قطر باذن الله تعالى. عشان كده في فقره ترند اونلاين خليني سريعا اروح عبر سكايب من قطر للاستاذ صفوت عبد الحليم الناقد الرياضي الكبير، ونتكلم معاه في كل الامور اللي بتتعلق ببطوله كاس العالم للانديه. يا استاذ صفوت اهلا بيك، منورنا ومشرفنا. اهلا بيك صديقي العزيز امير هشام، سعيد بوجودي مع حضرتك وعلى شاشه النادي الاهلي والنادي القرن، ويعني ان شاء الله يشرفنا موجود باذن الله في الدوحه الاسبوع اللي جاي ويشارك في الحدث الكبير دوت. يعني ان شاء الله احنا متشرفين بيك ومنورنا طبعا، وعايز اتكلم معاك بخصوص اخر الاستعدادات الخاصه اولا باستقبال النادي الاهلي باذن الله مع نهايه هذا الشهر وبالبطوله كمان بشكل عام. في البدايه بس خليني ابدا معاك باخر التطورات هنا في الدوحه. اليوم كان في مؤتمر صحفي للجنه المحليه المنظمه للبطوله للكشف عن التفاصيل الخاصه بالتنظيم. ابرز ما جاء في المؤتمر اليوم اللي هو المؤتمر خلص من ساعات قليله، يعني ان هو تم التاكيد فيه على ان البطوله ستقام بنظام الفقاعه الطبيه، واللي هو قطر استضافت بالعديد من الاحداث الرياضيه في الفتره الاخيره في ظل حدوث جائحه كورونا طبعا. وكان ابرز الحاجات اللي قطر استضافتها كان دور ابطال اسيا النسخه الماضيه، وحتى هو نفس الطريقه بتقام بها كاس العالم لكره اليد في مصر حاليا، وان شاء الله دايما يعني مصر تنظم اهم الاحداث الرياضيه. نيجي بقى على كاس العالم للانديه، طبعا النظام الفقاعه الطبيه دوت هيكون في تحركات الانديه مقتصره على الذهاب للملاعب المباريات او ملاعب التدريب فقط لا غير، لن يسمح بدخول اي احد للفندق مهما كان، او يعني اقتحام اللي هو هتبقى عباره عن دايره كده معينه الفرق كلها موجوده فيها، ممنوع يعني اقتحام الدايره ديت. ودي تعليمات مشدده او اجراءات هتكون مشدده ما فيهاش اي هزار خالص يعني. طبعا يعني ولعل بس يعني اذكر حته بسيطه كده، جمهور الاهلي طبعا من ساعه ما عرف ان الاهلي ان شاء الله يتاهل لكاس العالم وجاي قطر
كل الجمهور بيتكلم عن نجمنا الكبير محمد ابو تريكه ان هو يكون موجود مع البعثه. طبعا خليني اقول لك ان هو ده هيكون شيء صعب شويه الى حد ما، ولعل يعني مثال شهير حدث هنا برضو في الدوحه في كاس في دوري ابطال اسيا، شافي مدرب نادي السد موجود هنا طبعا، وكان موجود انيستا لاعب نادي فيصل كوبيل الياباني. حتى هما الاثنين صرحوا قالوا ان هما ما يعرفوش يقابلوا بعض بسبب الاجراءات دي، فلعل وعسى ابو تريكه يشوف البعثه خلال وجودها في الملعب لو هو موجود ان شاء الله للاستوديو التحليلي في المباراه ان شاء الله. هنيجي بقى للتدابير الوقائيه بقى اللي قدر مجهزاها طبعا بالتواصل مع الفيفا. يعني هيكون في مجرد الوصول الانديه لمطار حمد الدولي هيتم خضوعهم لفحص كورونا، وبعد كده يتم التوجه الى الفندق، وجميع الملاعب والفنادق معقمه بالكامل. حتى بعد كده برضه يعني المؤتمر برضه اليوم تم في الاشاره الى ان بكره ان شاء الله المرحله الثانيه لبيع التذاكر هتكون عبر موقع الفيفا والاتحاد القطري لكره القدم، وكما تم التاكيد مسبقا ان هتكون نسبه الحضور الجماهيري 30%. وبالمناسبه دي يعني بمناسبه التذاكر، بمناسبه التذاكر انا عايز اتكلم على الاقبال على تذاكر ماتش الاهلي والدحيل ان شاء الله يوم 4 فبراير. هل في اقبال كبير جدا على التذاكر؟ وبالتحديد عايز اتكلم فيما يتعلق بالجاليه المصريه او حتى كمان جمهور النادي الاهلي، وخصوصا ان احنا في فيديو كنا عارضينه دلوقتي لعدد من جماهير النادي الاهلي في قطر وهم يعني بيستعدوا للتشجيع ان شاء الله باذن الله في مباراه الدحيل، وان شاء الله باذن الله كمان مباراه باير. بالنسبه للاقبال، مش عايز اقول لك ان هو اقبال جماهيري كبير جدا، حتى لو كان الاجواء طبيعيه ما فيش كورونا. ملعب المدينه التعليميه اللي هو المقرر ان شاء الله يستضيف المباراه بيسع 45,000 متفرج. لو ما كانش في كورونا كنت هتلاقي اقبال كبير جدا على ال 45,000 مقعد، ما بالك ان 30% من الملعب يعني حوالي 14,000 متفرج تقريبا يحق لهم الحضور. عليه الرقم ده عليه اقبال كبير جدا، خاصه طبعا ان المنافس بتاع النادي الاهلي في المباراه فريق الدحيل مستضيف البطوله، فاصبح ان يعني التذاكر رغم ان هي سعرها بيبدا من 10 ريال قطري وده مبلغ زهيد جدا في حدث كبير زي دوت، لكن هيكون في طبعا يعني ضغط كبير. وهي طبعا عمليه البيع بتتم اونلاين عبر موقع الفيفا والاتحاد القطري لكره القدم، وان شاء الله بكره المرحله الثانيه اللي هي مرحله الجد من البيع، لان المرحله الاولى كان نسبه 10% فقط او اقل كمان اللي تم الطرح لها، ومش عايز اقول لك ان هي مسافه اقل من دقائق كانت اتنفذت تماما يعني. طبعا بالنسبه لحضرتك اتكلمت عن الرابطه والاستعداد ليها، جمهور الاهلي مش عايز اقول لك ان الرابطه يعني من وقت ما تم الاعلان ان النادي الاهلي هيكون موجود في الدوحه وهيلعب كاس عالم للانديه من بعد هدف افشه يعني. الرابطه برئاسه المستشار حسام ابو العيله بتقوم بترتيبات كبيره جدا جدا. مش عايز اقول لك ان هم مجهزين استقبال جماهيري كبير جدا جدا ان شاء الله الفتره اللي جايه لنادي الاهلي بمجرد وصوله، لكن بس يتبقى الحصول على الموافقات الامنيه والصحيه. طبعا زي ما انت حضرتك عارف ان في ظل ازمه كورونا فكره التجمعات والحاجات دي لازم يكون ليها موافقات واجراءات معينه، لكن الرابطه هتكون موجوده ان شاء الله في استقبال بعثه النادي الاهلي، او على اقل الامور خلال مرور اتوبيس النادي الاهلي من المسافه اللي هي من مطار حمد الدولي الى فندق اقامه اللي هو لحد الان بمناسبه برضه لم يتحدد او اي فندق لسه الفيفا ما خدش القرار. لكن طبعا معلومه برضو لحضرتك ان شاء الله النادي الاهلي هيكون اول الواصلين للعاصمه القطريه الدوحه ان شاء الله يوم 29 شهر باذن الله. وهيبدا مبكرا الاستعداد لمباراه الدحيل اللي هي ان شاء الله مباراه بين شقيقين ومباراه عربيه في حدث عالمي كبير. وقبل اي شيء نتمنى ان شاء الله المباراه تطلع بشكل فني يليق بالفريقين الكبار الاهلي والدحيل يعني ان شاء الله باذن الله. طب انا عايز اسالك على ال 30% اللي هيحضروا من ساعه الاستاد في مباراه الاهلي والدحيل، هل مقسمين او التذاكر بتاعتهم مقسمه ما بين جمهور الاهلي وجمهور الدحيل، ولا ممكن نلاقي عدد جمهور الاهلي مثلا اكتر بما ان الجاليه هناك كبيره؟ طبعا هو في البدايه الحجز التذاكر مفيش نسبه معينه، هو اللي بيلحق اسبقيه الحجز يعني زي ما بنقول كده، اللي بيلحق التذاكر بياخدها يعني مفيش عدد معين مخصص لجمهور الاهلي وعدد معين مخصص لجمهور الدحيل.
لا لا باسبقيه تمام الحكم، كويس كويس. تمام. زي برضو ما انا بحكم يعني ومتابعتي للامور يعني ان 30% زي ما قلت لحضرتك هتبقى حوالي 14000 متفرج. توقعي الشخصي ان ان شاء الله على الاقل 10000 منهم هيكونوا بيشجعوا النادي الاهلي باذن الله يعني في المباراه دهيت، لان الجمهور الاهلي يعني عليه يعني حاطط امل كبير ان هو يكون موجود المباراه المهمه ديت تحديدا في ضربه البدايه للبطوله، طبعا لان جمهور الاهلي متحفز بالظبط. ومستني ان هو يكون ليه دور كبير في البطوله ديت، طبعا لان هم طبعا عارفين ان الاهلي في خلال الفتره اللي فاتت ما بيتمتعش بجمهوره الا في احداث نادره جدا زي ما بالظبط شفناها مثلا في بعض المباريات سبب الافريقيه، الظروف الحاليه. فهم طب انا عايز سريعا سريعا يا استاذ صفوت، سريعا جدا عايز اسالك على فريق الدحيل نفسه ونتائجه في المباريات الاخيره وموقفه ايه وجاهزيته الفنيه لمباراه الاهلي، الوضع بالنسبه لهم ايه؟ فريق الدحيل حاليا بيحتل المركز الثاني في الدوري القطري، تمام. لعب 15 مباراه خسر منهم 5 مباريات. هو يعني ورغم ان فريق الدحيل اللي اتاسس سنه 2009 هو فريق زي ما بنقول كده ولد ليكون بطل، هو يعني في حوالي 12 سنه اللي فاتت شبه مسيطر على الالقاب المحليه ومنافس قوي جدا، اصبح في فتره وجيزه قطب ثاني للكره القطريه مع نادي السد الشهير طبعا اللي طبعا فاز طبعا دوري ابطال اسيا اكثر من مره. لكن هو يعني بشكل مبسط ان هو الموسم ده من وجهه نظري ومتابعتي في الدوري القطري سنوات طويله ان الموسم الحالي أسوأ موسم للدحيل في الفتره في السنين اللي فاتت، يعني البدايه بتاعته في الدوري القطري كانت سيئه جدا. هو حاليا بيقود المدرب ثور اللاموشي، هو مدرب من اصل تونسي ومعاه الجنسيه الفرنسيه، هو مدرب له تجربه قبل كده في أكيد. الدوري القطري مع نادي الجيش. الفريق يضم لاعيبه يعني مميزه جدا على بالظبط. الصعيد الهجومي نبدا بيه طبعا اللي هو اللي يعني بما يعني يقول لك يعني المباراة جمهور هتكون صعبة في كل الأحوال وبكل المقاييس يعني ما بين الفرقتين. بلا شك المباراه تمام. عشان حدث كبير هتبقى صعبه، إن شاء انت الله. بتنافس فريق كبير، فريق مستضيف بطوله، حتى هو فريق تمام. الدحيل عليه عتق عليه على حمله عتق كبير طبعا، هو منظم يعني مستضيف الدوله أكيد المنظمه أكيد هيكون عليه عايز ضغوط يطلع كبيرة، بأقوى. وأكيد الأهلي كمان عنده طموح وأحلام كبيرة جدا في هذه البطولة، فإن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراته الأولى مع الدحيل. يا أستاذ صفوت أنا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا وتشرفنا بيك، كان معانا طبعا على من خلال سكايب من قطر الأستاذ صفوت عبد الحليم الناقد الرياضي الكبير، واتكلمنا معاه في تفاصيل كتير جدا تتعلق باستقبال النادي الأهلي بإذن الله مع نهاية هذا الشهر في قطر واستعدادا لمونديال الانديه. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل. استنوا. اهلا بحضراتكم من جديد، خلينا نشوف ترند الاهلي واخر الاخبار والامور التي كتبت على النادي الاهلي في السوشيال ميديا تحديدا. خلينا نبتدي بحساب يلا كوره على فيسبوك واللي بياخد تصريحات على لسان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي واللي بيتكلم فيه عن موقف مؤمن زكريا من المونديال، وتطرق كمان في تصريحات تلفزيونيه لمهله فايلر والتعاقد مع موسيماني. يعني في البدايه كان بيتكلم عن موقف مؤمن زكريا وقال ان في اجراءات قويه جدا وتشديد قوي جدا بخصوص طبعا الامور الطبيه، ويعني باختصار خليني اقول لحضراتكم موقف مؤمن تحديدا. مؤمن كان في تفكير واتجاه ان هو يكون متواجد مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، لكن نظرا للحاله الصحيه الخاصه بمؤمن زكريا وتفشي فيروس كورونا والظروف اللي بيمر بيها العالم كله، فكان في تفضيل ان يتم عدم اصطحاب مؤمن زكريا في هذه الرحله حفاظا على حاله اللاعب نفسه اللي بيعالج خلال الفتره دي واللي ما شاء الله ما شاء الله في تقدم جيد جدا في حالته الصحيه. وكمان بالاضافه ان في حاله اصطحاب مؤمن زكريا كان لازم يبقى في مرافق ليه، وده كان هيبقى امر صعب جدا، فالامور كانت صعبه شويه بخصوص تواجد مؤمن زكريا. لكن الجزء الثاني وهو فيما يتعلق بفايلر والتعاقد مع موسيماني، وهو كان اتكلم في الجزئيه دي تحديدا وقال، والتصريحات طبعا على لسان العميد محمد مرجان طبعا مدير تنفيذي النادي الاهلي، قال ان فايلر كنا نرغب في استمراره مع النادي الاهلي، لكن الكابتن محمود الخطيب اداله مهله خصوصا ان هو شاف ان تفكيره غير مستقر وفي ضغوط كبيره جدا من اسرته للرحيل وبسبب طبعا برضو تفشي فيروس كورونا، لكن اضطرينا وده على حسب التصريحات اضطرينا ان احنا نتعامل مع الموقف وادينا له مهله اخيره. وبعد ما المهله دي انتهت الكابتن محمود الخطيب قرر مباشره ان هو يتفاوض مع مستر بيتسو موسيماني، وهو اللي في الجزء الاخير من الخبر وكيفيه التعاقد مع مستر بيتسو موسيماني، وركز العميد
محمد مرجان على جزئية هامة جدا، وهو بعد تواصل الكابتن محمود الخطيب مع موسيماني ومعرفة قراره أو رغبته أو موافقته أن هو يمسك النادي الأهلي ولا لا، فكان في شرط واضح جدا من الكابتن محمود الخطيب أن موسيماني ياخد إذن رئيس نادي سان داونز وياخد موافقته بخصوص الرحيل للنادي الأهلي. دي كانت بعض التفاصيل اللي اتكلم فيها العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. خلينا كمان نروح لحساب بيتسو موسيماني على تويتر، واللي بيتكلم فيه بيتسو ونشر كمان من خلاله مقطع فيديو يغني فيه ليشارك به جماهير الأهلي أجواء اختيار القائمة النهائية لمونديال الأندية، وقال وعلق قال: صباح الخير، اليوم هو الأخير لتقديم القائمة النهائية التي تضم 23 لاعبا للمشاركة في كأس العالم للأندية، وكان اليوم الأخير امبارح يوم 22، النهارده 23، فالنادي الأهلي قرر اصطحاب الفرقة كلها أو اللاعبين كلهم، لكن أكيد هنعرف على مشارف بداية البطولة مين هي قائمة النادي الأهلي. تعالوا نروح نشوف الفيديو بتاع مستر موسيماني ونرجع مرة تانية. في سبحان الله إني ولم يكن كان لام توم مسفن كل دنيا إني كسماتهم من يبان بوزة. Good morning. وبيك زول وين كان؟ الراجل يعني داخل في الاجواء المصريه سريعا، وجزء مهم قوي تواصله الدائم مع جماهير النادي الاهلي من خلال حساباته المختلفه على السوشيال ميديا. خلينا نروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل. يلا، سؤال حلقتنا النهارده كان بيتعلق بامنيات حضراتكم للنادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه، وخصوصا بعد ما اجريت القرعه بشكل رسمي، وان الاهلي خلاص هيقابل الدحيل في اول مباراه يوم 4 من فبراير. فبالتالي تعليقات حضراتكم كانت من خلال الصفحات المختلفة على السوشيال ميديا. نبتدي بدعاء، واللي قالت: لازم اللعيبة ما تحطش آمال كبيرة جدا على رأي متعب، واحنا عارفين رأي متعب في الجزئية دي لما كان قال في إحدى الاستوديوهات التحليلية، قال إن احنا لما رحنا أول مرة كأس العالم قلنا إيه؟ قلنا احنا رايحين ناخد البطولة فخدنا السادس. المرة اللي بعديها لما رحنا كأس العالم كنا مركزين بشكل أكبر، فبالتالي قدرنا إن احنا ناخد المركز الثالث. فدي جزئيه مهمه جدا في الحقيقه، ونصيحه مهمه كمان من متعب، واكيد دعاء ركزت عليها بشكل كبير. وقالت: لازم يلعبوا من غير ضغوط وللمتعه، وساعتها ممكن يقدروا يحققوا مركز متقدم ان شاء الله باذن الله. حنان كمان قالت: الوصول للنهائي ان شاء الله ويا رب البطوله. ليه لا، احنا الاهلي طبعا امنيات، دايما جمهور النادي الاهلي بيبقى عنده امنيات ممكن ان هي تتحقق، مفيش حاجه بعيد يعني في كره القدم، ومفيش حاجه بعيد عن ربنا اطلاقا، اي حاجه ممكن تتحقق. لكن عشان نبقى واقعيين، اكيد مباريات هتبقى صعبه جدا، بدايه من الدحيل الاول، وبعد كده باذن الله ان شاء الله يكتب النادي الاهلي التوفيق ويلاعب بايرن ميونخ، فهتبقى المواجهه طبعا صعبه، ونسب فوز البايرن هتبقى اعلى، لكن ليه ما تحاولش؟ ليه ما يبقاش عندك امنيات ودوافع قويه؟ ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه البطوله. بالمناسبه احنا النهارده اتكلمنا عن كاس العالم للانديه بما ان الفريق اجازه، لكن احنا من بكره طبعا هيبقى التركيز كله، سواء في حلقه بكره او بعده وقبل مباراه يوم الثلاثاء امام بيراميدز، هيكون تركيزنا كله منصب على مباراه الاهلي وبيراميدز، لانها مباراه غايه في الاهميه في سباق بطوله الدوري العام، وكمان بالتحديد بخصوص الجوانب المعنويه التي يجب ان يكتسبها النادي الاهلي قبل السفر لقطر باذن الله تعالى. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد باذن الله تعالى في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء.